أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ما تشهده منطقة توشكا من إنجاز يقف وراءه جهد كبير من المصريين العاملين بهذا المشروع القومي، مشيرا إلى أنه من المستهدف زراعة 4 ملايين فدان خلال مدة زمنية لا تزيد عن عام من الآن. جاء ذلك في تصريحات الرئيس السيسي خلال مداخلة مع وفد من الإعلاميين خلال جولة بمنطقة توشكا والتي نظمتها إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة. وأكد الرئيس السيسي أن ما تشهده منطقة توشكا هو جهد لخطوة واحدة من خطوات كثيرة يتم تنفيذها. كما دعا الرئيس لزيارة مشروع مستقبل مصر وسيناء من أجل رؤية حجم العمل العملاق المبذول. وشدد الرئيس السيسي على أن التنمية ليست قاصرة على مكان واحد ولكن في كل مكان في توشكا وشرق العوينات وسيناء ومزرعة في بني سويف على نحو 60,000 فدان، مؤكدا أنه يتم استغلال كل ما هو متاح وكل نقطة مياه موجودة من خلال أحدث أساليب الزراعة والري الحديثة. وأوضح الرئيس السيسي أنه تم الانتهاء من تنفيذ جزء كبير من محطات رفع المياه والترع وقنوات المياه وطلمبات الرفع وشبكة الكهرباء وتسوية الأرض حتى تكون جاهزة لموسم القمح المقبل والمقرر له في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين. وبعث الرئيس السيسي برسالة طمأنة للشعب المصري بأن الدولة تسير بشكل جيد للغاية داعيا الجميع إلى الاطمئنان، مشيرا إلى أن هناك حجما كبيرا من الأراضي جرى استصلاحها ليس في توشكا فقط ولكن أيضا في شرق العوينات ومستقبل مصر وسيناء. وأشار الرئيس السيسي إلى أنه تم التعاقد على مصنع للخشب من جريد النخل ومصنع آخر لتغليف التمور في منطقة توشكا، فضلا عن زراعات البطاطس في شرق العوينات، حيث تم إنشاء مصنع للبطاطس نصف مقلية، بالإضافة إلى العديد من المشروعات في مجال التصنيع الزراعي.